ابراهيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم جميعا، ورحب فيكم اخواني واخواتي في هذا المقرر، وهو مقرر طبعا مهم جدا لطلبه اقتصاد الهام بشكل عام، وبالذات في مرحله الماجستير، حيث ان الطلبه في مرحله الماجستير والدكتوراه سيقومون بتطبيق مشاريع ما نسميه سوشيال فور بروفيت، او مشاريع ذات عائد على المجتمع وعائد مادي أيضا، تكون هي ربحية وأيضا تكون لها تأثير في المجتمع، أو ما يدرون عملية تغيير تتطلب التسويق الجيد الذي يقنع المستفيدين والمعنيين بهذه المشاريع ويجعلهم يستفيدون من حجم وعمق عملة الإلهام بشكل عام. إذن التسويق سوف يكون هو في الفصل الثالث إن شاء الله، ونتمنى أن تكون يعني أساتذة التسويق هما يعني يدخلون مع أساتذة مثل علم الاجتماع وعلم النفس، لكي أيضا يتعاونون في تقديم هذه المادة المهمة والمؤثرة في المحافظة على الأثر الاقتصادي لهم. يعني التسويق هو ليس فقط لفتح مشاريع الصلاة، ولكن أيضا لاستدامة الأثر. يعني أستطيع أقول 70% هدف هذه المادة هو لاستدامة أثر اقتصاد الإلهام أكثر منه من فتح مشاريع لاقتصاد الإلهام، لأن إحنا مع الوقت نعرف أن الناس قاعد تطلب أكثر وأكثر، مجتمعات كلها تنادي بهذا الاقتصاد بطريقة أو بأخرى اليوم، التي تبعدنا عن الاقتصاد الرأسمالي الذي هو هالك لا محالة. طبعا إحنا نتكلم على معرفة متعمقة بنظريات ومنهجيات اقتصاد الإلهام وارتباطها بالاقتصادات الأخرى. احنا نتكلم على العقليه والكفاءه اللازمتين لتنفيذ مشاريع تطوير مختبرات بنجاح، وبالتالي هذه ايضا هي هذه الماده مؤثره في ذلك، لان تبني هذه العقليه وهذه الكفاءه طبعا. وايضا هذه الماده هي تسهم في رفع القدره على استخدام مناهج اقتصاد الالهام في حل المشكلات المعقده وفي تطوير الاستراتيجيات التي تستديم اثر هذه الحلول التي نأتي بها. أيضا واحدة من فوائد هذه مرة ثانية المادة هو في الحقيقة إتقان الأدوات التي تؤدي إلى نتيجة فاعلة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي، في مجالات الفقر، البطالة، العطالة، الهجرة، المرأة، الشباب، الأطفال، الاستقرار المجتمعي، الاستقرار الأسري. فبالتالي هي أيضا مادة مهمة جدا، لأن من خلالها نستطيع كما أشرت نفتح مشاريع أو نحافظ على عمل المشاريع، او حتى اثناء المختبرات، اثناء عمل المشاريع نستطيع ان يعني لو استخدمناها بطريقه سليمه سوف تسهم في رفع القدره على التواصل، بناء ثقافه الاقتصاد الملهم، طبعا رفع قدره الناس على التعامل مع القضايا والتحديات المجتمع بالاتيان بحلول مستدامه، وايضا هي تسهم في تطوير قدراتكم كطلبه في ممارسه اقتصاد الالهام بشكل فعال، وانتقاء ما تريدون أن تعملون في مجتمعاتكم من أثر أو تأثير بشكل عام. أيضا التسويق كمادة أيضا مهمة جدا، وخاصة أن لم يعالجها الاقتصاد غير الرأسمالي، يعني الاقتصاد الرأسمالي هو الذي ماسك مادة التسويق، فأساتذة التسويق أتوقع أنهم سوف يلهمون ويلهمون طبعا في هذه المادة، وخاصة إذا التزموا في مفهوم البحث التطبيقي وليس الاسترشاد ب الأسادة التسويق الذين هم يعني من الاقتصاد الرأسمالي. بالعكس، هم يفترض أن يطلعون ورقات علمية تنادي بهذا النوع من التسويق الجديد. إذا نحن في هذا المقرر سوف نركز على نوع استراتيجيات التسويق المطلوبة لصناعة نماذج وقصص ملهمة، كيف نصنع نماذج ملهمة، كيف نصنع قصص ملهمة، وكيف نستخدمها إحنا في عملية التسويق، وأيضا وضع آليات لاستخدام هندسة الإلهام كجزء من استراتيجيات التسويق على المدى القصير أو الطويل. طبعا من أهداف أيضا هذا المقرر هو أن تقديم التسويق كحل لتذليل التحديات في مشاريع الاقتصاد الاجتماعي، وخاصة في اتخاذ القرارات التسويقية الملهمة والفعالة التي تسهم لتحقيق الأثر، وأيضا في مجتمعات مستهدفة ما. طبعا يمكن من صفات أيضا هذا المقرر أنه يساهم في تحسين فرص التسويق وتطوير الاستراتيجيات، وايضا في يساهم في عمل تخطيط عملي وميداني لمشاريع مجتمعيه مؤثره.
نرى أيضا من فوائد هذا التسويق هو رفع القدرة التنافسية مقابل الطلب، وتحديد أولويات ما نستطيع أن نعمل عليه في مشاريع مختبرات الإلهام بشكل عام. لذلك نقول أن هذا المقرر هو مقرر مهم، لأن صحيح هو مقرر يعتبر فرعي مقارنة بالمقررات الرئيسية، ولكن بدونه سوف تستصعب أنت ولا أنت حل مشاكل المجتمعات بشكل مستدام أو المحافظة على الأثر الذي تحقق من خلال المختبر. طبعا في هذا المخرجات هذه التعلم لهذا المقرر، احنا نركز على إدراك أهمية التسويق في مشاريع إحصال الإلهام، في مشاريع الاقتصاد الاجتماعي، وكيفية تقييم متى وكيف يتم وضع استراتيجية للتسويق الاقتصادي الملهم. رقم 3، معرفة كيفية اختبار فاعلية تسويق الإلهام الاقتصادي. رقم 4، القدرة على تطبيق مفهوم تسويق الاقتصاد الإلهام بشكل فعال في مواقف الحياة الحقيقية. ورقم 5، تطوير التفكير النقدي في تحليلات وتوليفات نماذج تسويق الاقتصاد الإلهام، وكيفية تحسين نتائجها بشكل أو بعام، وكيفية تحسين نتائجها بشكل خاص أو بشكل عام. لذلك نقولنا في هذه المادة أيضا مثل المواد الأخرى التي نادينا بها، احنا ننادي أن يكون في دراسات حالة، طبعا يكون في نوع من الامتحان المفتوح، ليس حفظ من يسوي يعني الأسماء ولا الأشخاص ولا الأشياء ولا الأفكار، لا، هو بناء القدرة على التعامل مع تحديات مثلا مخرجات المختبرات، وكيف نحن نتعامل معها سواء في مراحل المختبر أو ما بعد المختبر، كيف نتعامل معها. هذه الأسئلة التي يفترض أن تدور فيها الامتحانات المفتوحة في هذا المقرر، وأيضا كيفية عمل المختبرات تعالج هالقضية بشكل عام من البداية في مراحل تطبيقات المختبر. طبعا في هذا المقرر أيضا احنا قسمنا المقرر إلى 5 نقاط رئيسية. أول شيء، مقدمة في استراتيجيات التسويق بشكل عام وتأثيرها الموجود اليوم على الإنجاز والتطوير والاستدامة، ثم مراجعة كيف يمكن للتسويق في اقتصاد الإلهام أن يعزز استدامة المشاريع والتمويل والتعميم، ثم مناهج التسويق الملهمة التي تركز على المجتمعات المستهدفة، ما هي المناهج، ثم التسويق الاقتصاد الإلهام للحفاظ على النماذج الحية الحالية وتطويرها. وطبعا آخر شيء، عمل عروض ومناقشات حول نماذج التسويق الملهمة المناسبة للمجتمعات أو المناسبة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حتى أو الجيوسياسية بشكل عام. راح ندخل في مقدمة بسيطة لاستراتيجيات التسويق، وأتوقع أن هذه المقدمة أتركها في الجلسة القادمة، يكون أفضل لكي يكون هناك تركيز أكثر على هذه الاستراتيجيات بشكل عام أو خاص. شكرا لكم، نراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. سلام.